السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم تطبيق جديد لتعلم البرمجة بسهولة عن طريق اللعب، هو برنامج من جوجل اسمه كراش شوبر. تقريبا 5 دقائق يوميا كافية لتعلم الجافا سكريبت. نفتح التطبيق، بعد الدخول ببريدك الإلكتروني يعطيك في الأول أسئلة: ما هو الكود؟ ما هو لغة للتواصل مع الكمبيوتر؟ السؤال الثاني: what is coding؟ ثم السؤال الثالث هكذا حتى تجد في مستويات. ما أيضا أنت لكتابة الأكواد وتجربتها. نتمنى يعجبكم التطبيق، ولا تنسوا تجربته وتعلم البرمجة فهي مفيدة جدا.